طيب نغير الدروس. ما هو العيد الدكتور ده اللي اشتغل هنا؟ طب ممكن الموبايل ماشي خدها من هنا. افتح بس. قول معمول 2 و3 اكيد تي اكس والار اكس عاملهم 2 و3 عاملين الار اكس وقلبهم صار مع بعض. لا هم كده بجرب عليهم بس انت عاملهم 2 و3 انا عاملهم 2 و3 اللي عمل ابلود للكود عاملهم 2 و3 الار اكس 2 والتي اكس 3 طيب انا عامل كده بنصلي الار اكس 2 والتي اكس 3 طب ممكن جامبرز ميل في ميل أربعة ممكن التوصيلة دي من على النت ولا كانت برنامج من العشاء؟ التوصيلة ماشي أنا في الشروق الشروق؟ أنا في تالت خلاص. يعني ممكن امشي؟ اتفضل. طب تعوز تشوف مين يقول؟ استنى بقى الفلاشة بتاعتك. ماشي معمولة بره. الفلاشة بتاعتك يا محمد. الفلاشة بتاعتك. لا مش بتاعتك. امال بتاعت مين؟ بتاعتك. لا انت اضغطي كوبي كوبي عشان يبقوا في ملف لوحدهم. لا كوبي كوبي وبعدين ملف. انت عامل ار اكس ثاني ما على حسب انت عامل انهي مع فولدر تبقى ساردوين واي حاجه مش فاهم. عملت ابلود من هنا؟ عملت كمبيوتر بس هو برضه ما نورش البلوتوث مليون. كان عيب توصيلة ولا عيب بوردة؟ نشوف. انت شلت من على البوردة اصلا. انت كده كده المشكلة بوردة. ايوه ماشي. انت بتعمل ريست للبلوتوث؟ طب ما ينفعش غير البلوتوث؟ ماشي هنكرره هات البلوتوث تاني بس هو ما اظنش ان هو هيعيش منه. اه انا بجرب عليه. براحتك لو عايزه براحتك بس هو خد اللابتوب خلاص ومشي. مش هو نفس الكود اللي احنا عاملينه ده قبل كده بسيطه ولا في حاجات كتير؟ مين اللي اخد اللابتوب؟ هو لسه ما مشيش؟ قال ان هو يمشي. هو لا اكل تلاقيه واقف بره. انا عايز اخد الفلوس من كونكت. الشغل كونكت في كل نفسه. انا بشوف بقى ايرور.
تمام؟ اه. شوف بقى حوار ال المعلم عمر عبد المنعم هو. تمام. طيب انت كتبت الكود؟ لا انت كتبت الكود؟ كود؟ لا لسه. هو انا كنت واخده من يوسف كان هو انا كنت واخده من يوسف كان طب وريني معلش ثواني الكود اللي انت منزلنا على النت من ايه؟ من عنده ابن محمد؟ خلاص؟ اه تمام طب ما انت هتشتغل لا وريني الكود عندك انت اللي انت كنت منزلنا على النت حاجه هنا الشاسيه عاوز يتربط من عند ال هو كله متوصل بس ده كده السيرفر ده فاصل نعم